أخي العزيز، التعامل مع الدقة العشائرية فقط بالعنف هذا يعني أنه خلاص الجماعة دقة ونطلع عليهم قوات أمنية ونردحهم وراحوا، إحنا نقول بمصطلحنا العشائرية انهزموا. شي يسوي يا أخي؟ أكو تعامل، أكو طرق، أكو سبل نوصل، أكو بناء سلام. يعني لابد لابد من خطأ. أحكي بصراحة، أنت شيخ عشائر بني مالك، بصراحة أحكي لك زين. اليوم تصير عندكم إطلابة ويا عشيرة معينة ما تدقوهم صراحة، بنمارس ما يدقون، ما تدقوهم ما يدقون. ها آه. أكو غير أمور. إيه بني مالك ما يدقون. شنو تختالوش؟ لا لا يختالون ولا يدقون، ما يدقون. أنا أعتبر الدقة هذا سلاح الضعف، مع احترامي لكل عشائر. سلاح الضعف. نعم، مرة بالبيت، مرة بالبيت ليش أروح أرمي عليها وحيطان؟ شنو الغاية؟ ما يعرفون؟ ها أنا أحكي عن بني مالك بالجنوب، عذرا لكل بني مالك، بس أنا أتكلم على الجنوب. إلا ببغداد يجوز اختلطوا بعض العشائر، صارت وحدة اثنين، لكن من المعيب. صار شوية بيها. لا، من المعيب أروح أرمي حائط وأرمي بيت يخلو من الرجال وفيه نساء فقط. صار حرام. هي طلعت معونها، طلعت معونها الله وكيلك. أنا اليوم أطلع تليفوناتي أصور أدور شو، وأرمي وأصيح شوفوني أنا ابن فلان صورني وشرح على الفيسبوك. هي هاي القيم العشائرية. زين، وهذا شلون تريدني العدل؟ هي هاي القيم العشائرية. هذا شلون راح اتعامل وياه؟ هذا التعامل وياه مثل ما تعامل وياه بعض الحكومات ب 2010. نرجع 2010 عمي، فرض القانون، وضع خطه كامله لفرض القانون والضرب بيد من حديد. كل من يخرج عن القانون. وانت هسه قبلها قلت انا ما يد القوه. كان العشائر، اسمح لي حبيبي، كان العشائر، مو قلت لك خطط يا اخي؟ خطط انه فرض القانون مو بشرط بالسلاح، فرض القانون بالاقتصاد، فرض القانون بالقضاء على البطاله، فرض القانون بإشغال المواطن بأمور أخرى تفيده وتفيد عائلته. يعني إلا بالسلاح وهذا وسجن، لكن أموره زين. هذا اللي قتل، هذا اللي قتل مرته وادعى يقتل مرته، أو ادعى وطلع ما قاتل مرته. هذه مشكلة اجتماعية كبيرة. خلينا نرجع نشوف شنو الأسباب اللي خلت. تمام، أنا قبل ما لو بطالة لو مخدرات لو عندي مشاكل غيرها ما أريد أخوض بيها، لكن أنا أصل المشكلة هنا اللي وصلت. لكن أنا أرجع لهذه القضية، يستوجب كل هذا السلاح للعشائر؟ لا طبعا، الان يعني وصلنا الى مرحله حقيقه نخاف على انفسنا منها. اكو بعض الاسلحه يا دوب ببعض الاجهزه الموجوده بالدوله تلقى هذه الاسلحه حاديات موجوده. انا اشوفها لا دعك من الحاديات، الحاديات اشوف قاذفات وهاونات وش تركت الجيش السابق. هذه اسلحه نظام صدام او جيش صدام، الحاديات والقاذفات وما شابه.